أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة من الحياة الآن، نستهلها بأهم العناوين. التقرير المبدئي لتحليل حادث الطائرة الروسية المنكوبة يكشف عدم تلقي أي معلومات عن حدوث عمل إرهابي للطائرة في شبه جزيرة سيناء. تكدس مروري على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بسبب الشبورة، وهيئة الأرصاد تعلن استمرار موجة البرد حتى الخميس القادم. وبدء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى في الخارج اليوم وغدا في الداخل. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث صرح أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير المبدئي لحادث الطائرة، وتم إرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك في هذا التحقيق. وأشار إلى أن التقرير المبدئي أقر أن البحث عن أجزاء الحطام امتد إلى أكثر من 16 كيلو مترا من موقع الحطام الرئيسي، مؤكدا أن أعضاء فريق عمل الطب الشرعي في لجنة التحقيق تلقوا التقارير الخاصة بالكشف على الجثامين من الأطباء الشرعيين، واللجنة في انتظار تقارير مضاهاة الجثامين من الجانب الروسي لتحديد حالة الضحايا بعد معرفة تحاليل البصمة الوراثية DNA لذويهم. وتم الاستعانة بالخبراء المصريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة في تصوير حطام الطائرة بكاميرا حديثة ثلاثية الأبعاد للاستعانة بها في الاحتفاظ بشكل الحطام وهيئته والمواقع النسبية له في موقع سقوط الطائرة. وأكد رئيس لجنة التحقيق أن لجنة التحقيق الفني لم تتلقى حتى الآن ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي. يا اهلا بك سياده اللواء. اهلا بحضرتك استاذ مشاهدي الحياه. اهلا وسهلا سياده اللواء. يعني كيف تقرا يعني هذا التطور الجديد فيما يتعلق بالتقرير المبدئي في لجنه تحقيق سقوط الطائره الروسيه؟ التقرير المبدئي يشير الموضوع متعلق بورود معلومات استخباراتيه عن الحادث. اللجنة أفصحت أنه لا يوجد معلومات استخباراتية أو معلومات فنية عن حتى الآن عن وجود عمل إرهابي. اللجنة أنهت فحصها الفني ولم تصل لهذا، ولكنها تؤكد أنها ما زالت في انتظار أي معلومات تفيد بأن هذا الانفجار سببه يكون على هذه الخلفية عمل إرهابي. هذا معناه أنه لم يثبت حتى الآن أن العمل الإرهابي هو الأصل في تفجير الطائرة. وبالتالي علينا أن نستكمل حلقات التحقيق كما جاء في تقرير اللجنة علشان نقف على أي تطور ممكن يقول لنا أن هذا الانفجار جاء نتيجة عمل إرهابي. وما زلنا بنعتمد على التحليل الفني أولا، لأن التحليل الفني هو الذي يقود إلى أي نوع من العمل كان يؤدي إلى هذا الانفجار. طب سيادة اللواء، يعني في مثل هذه الأمور ألا يعد التقارير الفنية والعمل على الأرض وتحليل حطام الطائرة هو صاحب الكلمة الفصل، أم أن المعلومات الاستخبارية ربما تغير من مجرى التحقيقات؟ ده اللي أنا قلته لحضرتك، إن هذا هو القول الفصل. ولكن المعلومات الاستخباراتية أو المعلومات الواردة عن هذا الحادث، حالة فحصها فحص جيد وربطها بالتحليل الفني هو الذي ممكن أن يؤدي إلى تغيير بعض معالم التقرير، ولكن العبرة في التحليل الفني.
طب سيادة اللواء، يعني في هذا الصدد، هل ترى أن استباق بعض الدول والقول بأن سقوط الطائرة كان ناجما عن عمل إرهابي كان في نوع من التسرع، وربما كان له ربما يعني مواقف سياسية أرادت هذه الدول أن تمليها على مثلا على مصر وعلى روسيا؟ الاستباق يأتي في إطار حرب الاستخبارات التي تتعرض لها مصر بالذات ضمن دول المنطقة. التحقيق بدأ بعد، حتى لجان التحقيق والفحص الفني لم تكن قد وصلت إلى جمع حطام الطائرة الذي استغرق أسبوعا، وبالتالي جاءت هذه التصريحات. طب سيادة اللواء، يعني في ضوء هذا التقرير المبدئي، هل هناك سيناريوهات معينة يتوقع يعني أن نراها خلال الأيام المقبلة مع يعني الإلمام والوصول إلى التقرير الفني النهائي فيما يتعلق بحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء؟ أعتقد أن هذا التقرير سوف يؤدي إلى بعض ردود الأفعال من أجهزة الاستخبارات المعادية التي تدير حرب المعلومات ضد مصر في أن تعلن أو تطلق تصريح ينوه إلى أنها تملك معلومات جديدة. يعني في هذه الحالة، يعني لو كانت هناك معلومات جديدة ومؤكدة ربما تغير مما جاء في التقرير الفني. أعتقد أن العبرة زي ما قلت لسيادتك بالتقرير الفني، وأي معلومات سوف تظهر سوف تضاهى بالتقرير الفني، وإن ثبت صحتها سوف يغير التقرير، لم تثبت صحتها إذن التقرير الفني هو الفيصل. وضحت الصورة. اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر، توقفت حركة المرور في أماكن متفرقة على الطريق الدائري نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدة مناطق، منها منزل الدائري اتجاه طريق السويس، وأمام مجمع المدارس ونفق السلام في الاتجاهين، ومنزل الأوتوستراد ومنزل المحور أسفل الدائري، فيما انتقلت الخدمات المرورية للعمل على سحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بدفع سيارات لشفط المياه إلى أماكن تجمعات المياه للعمل على إزالتها، كما ناشدت جميع سائق السيارات بتوخي الحذر للحد من وقوع الحوادث المرورية. مشهد متكرر شهدته شوارع القاهرة والمحافظات أمس بفعل موجة الأمطار التي اجتاحت مصر، حيث ظهرت المشكلة المعتادة عند سقوط الأمطار من تعطل لحركة المرور وظهور برك الأمطار، بالإضافة إلى تأثر حركة المترو بفعل الأمطار، وهي المشكلات التي لم تستطع الحكومة معالجتها رغم الأزمة التي عانت منها الإسكندرية قبل شهرين وأدت لوفاة عدة أشخاص، مما تطور إلى إقالة المحافظ هاني المسيري. كما تسببت تلك الحالة من الشلل المروري إلى ضعف نسبة حضور طلاب إلى المدارس وغياب الكثير من المواطنين عن أعمالهم، إلى جانب مصرع عدة أشخاص في حوادث مرورية. الأسابيع الماضية شهدت اجتماعات مكثفة من المحافظين والوزراء مع مدير الأجهزة التنفيذية استعدادا لفصل الشتاء ولمنع تكرار ما حدث في الإسكندرية، إلا أن المسؤولين فشلوا في أول اختبار من الأمطار في بداية الشتاء، حيث تعطل الحركة المرورية في معظم الطرق التي شهدت الأمطار، وهو ما كشف عن ضعف شديد في البنية التحتية للمدن، فلا آلية لصرف المياه ولا طرق تتحمل مياه الأمطار. ولم تظهر خطة جاهزة للدولة للتعامل مع حدث متوقع في فصل الشتاء مثل الأمطار. ومع تبقي نحو 3 أشهر في فصل الشتاء، يأمل المواطنون في تعامل أجهزة الدولة بسرعة مع هطول الأمطار لكي لا تتحول إلى سبب للأزمات، رغم أنها دائما ما تعتبر مصدرا للخير. هذا ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غير المستقر بدءا من اليوم وحتى الخميس القادم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون متوسطة على الوجه البحري والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد، فيما غطت شبورة كثيفة وصلت إلى حد الضباب سماء القاهرة الكبرى، وفي عدد من المحافظات الوجه البحري في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث زادت حدتها بالقرب من المسطحات المائية وعلى الطرق السريعة والصحراوية.
من جهته أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري اليوم واستئناف حركة الملاحة في الميناء، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. يا أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بحضراتكم السادة المشاهدين. دكتور أحمد، يعني يا ريت تضعنا وتضع المشاهدين يعني في آخر تطورات الطقس خلال الأيام القادمة إن شاء الله. يعني احنا ان شاء الله بالنسبه لاحوال الطقس اليوم هيكون بس هناك تقاسم للسحب المنخفضه والمتوسطه الممطره على السواحل الشماليه وبعض من مدن الوجه البحري، الا انه باقي النحاو خاصه القاهره ممكن تظهر فيها بعض السحب غير الممطره. غدا ان شاء الله تحسن نسبي في الاحوال الجويه، الا انه لن يستمر كثيرا حيث يبدأ من الأربعاء حالة عدم استقرار مرة أخرى، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أغلب أنحاء الجمهورية. طب دكتور أحمد، يعني ربما يعني هذا الشتاء مختلف عن السنوات السابقة، يعني الأمطار يعني هذا العام يعني تسقط على جميع محافظات الجمهورية، يعني مرت سنوات ماضية لم تسقط أمطار على بعض المحافظات خاصة في وسط وجنوب الصعيد، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التغير في أحوال الطقس؟ طبعا ده الأسباب الرئيسية في الطقس التي تشهده مصر منذ ما أقرب من سنتين، هي أسبابه التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله بما فيه مصر، حيث تأثرت مصر بصيف خريف به كميات كبيرة جدا من الأمطار. الشتاء حتى الآن لم يبدأ غرف إلا وبدأ فعلا مناخيا أقصر 10 أيام، وده كل ده بسبب التغيرات المناخية اللي هنشوف يعني في اعتقادي هنشوف جو بالنسبة للشتاء هيكون جو فيه كثير من انخفاض في درجات الحرارة وكثير من الأمطار. يعني توقعاتك الأيام القادمة، يعني أنتم حددتم أن البداية الفعلية للشتاء ستكون في 22 من ديسمبر، يعني هل نتوقع أن تشهد يعني البداية الحقيقية للشتاء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عما هو عليه الحال حاليا؟ نحن متوقعين ذلك فعلا. طب دكتور أحمد، في هذا الصدد يعني ما هي النصائح التي تقدم للمواطنين لسائقي السيارات على الطرق السريعه؟ طبعا احنا اكثر حاجه بنحذر منها الشبوره المائيه الكثيفه اللي بتتصل اذا حد الضباب على بعض الطرق، فاحنا بنرجو من الساده السائقين توخي اقصى درجات الحذر حفاظا على الارواح وحفاظا على الممتلكات. طب دكتور احمد، يعني ربما يعني موجه الطقس وانخفاض درجات الحراره في على محافظات القاهره الكبرى و شمال وجنوب الصعيد بدأت منذ أيام قليلة، الشتاء بدأ مبكرا في الشمال في الإسكندرية وفي مطروح وفي البحيرة، يعني هل هذه المحافظات أيضا ستشهد خلال الأيام المقبلة وهناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة وسقوط كثيف للأمطار؟ طبعا احنا زي ما قلت لسيادتك يعني حتى الان لم نبدا فصل الشتاء بعد، وكل ما يحدث الان هو بيحدث في نهايه فصل الخريف اللي كثيرا ما يشابه فصل الشتاء، الا انه مع بدايه فصل الشتاء انا بنتوقع ان هتكون في تغيرات مناخيه هتاثر علينا تاثير بالغ. وضحت الصوره دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. ومستمرون معكم في الحياة الآن بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. أهلا بكم من جديد مع الحياة الآن، حيث شهد طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي اليوم حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وعدد من السيارات الملاكي ما أسفر عن وقوع 12 مصابا. وقال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة إن الحادث وقع في مدخل مدينة العياط، موضحا أن أوناش الإدارة في طريقها لموقع الحادث لرفع أثار التصادم وعودة حركة المرور إلى طبيعتها،
كان عدد من نواب حزب الوفد في البرلمان الجديد قد طلبوا الحكومة بإعادة تأهيل الطريق الصحراوي الغربي عبر برنامج الحياة الآن. بنرحب بكم وبقناة الحياة، وشكرا لأن انتوا دايما معانا في أي مواضيع تخص الناس والأهالي. وأما طريق الموت كما بيسموه السواقين والأهل الصعيد اللي هو الطريق الصحراوي الغربي. الطريق الصحراوي الغربي من أول مدخل الرماية حتى أسيوط حوالي 400 كيلو. ال 400 كيلو دي فيها هو في الطريق ده اتعمل طالع نازل. الطريق النازل اللي هو من الناحية الغربية يمكن نوعا شوية، أما الطريق الأصلي القديم اللي هو من الناحية الشرقية طريق سيء جدا، وحوادث يوميا وحوادث مش سهلة، يعني تلاقي أتوبيس عربية بمقطورة دخلوا ببعضيهم، يعني فيه مشاكله كتيرة. فإحنا الطريق بالوضع ده، وده الطريق بيربط ما بين 11 محافظة من أول الجيزة لغاية أسوان، 11 محافظة، يعني متهيألي اللي عايز نظرة ما يبقاش بالوضع ده. زائد ان اتعمل حلقة دلوقتي اتعمل كارتة بتحصل مبالغ، احنا نعرف من زمان ان الكارتة دي الفلوس اللي بتتلم لإصلاح الطرق، ما شايفينش اي اصلاح عليها. يعني انا مش عارف هل ما فيش مسؤولين بيعدوا، هل يعني العملية بقت كده سهلة على المسؤول ان يبقى فيه ضحايا ويبقى فيه حوادث يوميا؟ ما شايفينش المحافظين السادة المحافظين ما بيعدوش من عطره ده عشان يوصلوا يعملوا يعني ينادوا للوزير او للمسؤولين بسرعة اصلاح هذه الطرق. فاحنا بعد ما انتهى البرلمان بنناشد ادينا، وان شاء الله لو ما تمش الاصلاح سريعا مضطرين في اول ما في بداية أول جلسة في مجلس النواب أن نتكلم عن الموضوع ده ونناقشه. وإحنا إنما إحنا يعني نفسنا أن المسؤولين يبدأوا الإصلاح فيه حتى ولو الترميم بسرعة. ما بنعرضش مشاكل فردية ولا مشاكل شخص معين، واحد عايز يعمل مخبز ولا عايز، يعني ده مواضيع تخص حياة نص مساحة مصر الصعيد، زائد الموضوعات اللي إحنا كنا عرضناها قبل كده اللي تخص مشاكل ديروت نفسها. دلوقتي احنا اصبح ديروت منها نائب من الوفد، فيجب على الحزب بتاعنا الحزب القوي ان يتبنى. دي مناشدة الرئيس الحزب، وانا نشدته قبل كده، دي مناشدة الرئيس الحزب ان يتبنى موضوعاتنا اللي احنا عرضناها على قناة الحياة، حتى عشان الناس ما تقولش هي مواضيع احاديث اتعملت لكسب الاصوات. احنا الناس معانا، والناس الحمد لله ونجحت حزب الوفد، فيجب على حزب الوفد ان يشيل الموضوعات دي، وانه يعني يطالب المسؤولين ويبقى فيه متابعه لغايه ما ننتهي من تنفيذ مشروعاتنا اللي طلبنا بيها. بدايه طريق اسيوط الغربي استاذ الفاضل، انا لي تحفظ كبير على الخدمات وعلى صيانته وعلى القائمين او المشرفين عليه. بأناشد السيد وزير الصحة، وزير النقل والمواصلات، اهتمام بهذا الطريق اللي سموه طريق الموت. حاليا بيطلق عليه طريق الموت، يعني بتحصل أكثر من كارثة، ما بيفيش شهر بيعدي إلا لما بيحصل فيه حادثة واثنين وثلاثة، بيروح ضحيتها الكثير من الأبرياء بسبب إن الطريق فيه كثير من العيوب، اما تكسير، اما مطبات، اما مداخل، اما عدم ارشادات، به الكثير والكثير. ارجو من القائمين على هذا الامر في وزارة النقل والمواصلات، وناشد السيد الوزير الاهتمام بهذا الطريق اللي بيربط شمال مصر بجنوبها، بيربط الكثير من المحافظات، تمثل 50% على الاقل لجمهورية مصر العربية. جنوب الصعيد وشماله بيشغلوا وبيهتموا بهذا الطريق، وبيشكروا لو اهتموا القائمين عليه وقاموا بالإمكانيات الكافية لإصلاح وتمهيد
وتمهيد ورصف هذا الطريق على الطريق حتى أدنى مستوى عالمي. لذا هناك الكثير من الطرق الفرعية بنناشد المسؤولين الاهتمام بها. فيه كثير من الإصلاحات محتاجاه الطريق، وطرق مصر كلها، طرق مصر كلها محتاجة الكثير والكثير والكثير. حقيقة أن الدولة محتاجة إمكانيات عالية في ظل ظروف صعبة وقاسية، دي احنا بنعترف بيها، وفي ظل ظروف مادية وظروف اقتصادية وميزانية فيها الحديث والحديث، مش مكاننا ولا توقيتنا ان احنا نتحدث فيها دلوقتي. ولكن انا قلت على الاقل ادنى خدمة تقدم، وهي تمهيد هذا الطريق، رصفه، ترميمه على الاقل، ارشادات، ودي مش هتكلف كتير. وبالتالي في اجندتنا ان شاء الله التحدث فيه اما باستخدام الادوات البرلمانية اللي كفلها لنا الدستور والقانون، ودي كثيرة، تبدأ من طلب احاطة استجواب سؤال للسيد الفاضل الوزير، او لو لقينا الامور كويسة نتحدث بالطرق الودية في لجنة النقل والمواصلات بمشيئة الله تعالى. في موضوع آخر، تستقبل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج اليوم المصريين للتصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى، والتي تم إبطال الانتخابات فيها بموجب أحكام قضائية، وهي دائرة الرمل في الأسكندرية، ودائرة دمنهور في البحيرة، ودائرة بندر بني سويف والوسطى في محافظة بني سويف. وتجرى الإعادة بين 26 مرشحا على 13 مقعدا في جميع الدوائر الأربع، لعدم حصول أي مرشح بتلك الدوائر على نسبة 50% زائد واحد في الجولة الأولى من الانتخابات. في آخر مراحل انتخابات مجلس النواب، بدأت اليوم جولة الإعادة في الدوائر الأربعة المؤجلة من المرحلة الأولى، وذلك بتوجه المصريين في الخارج المقيدين بتلك الدوائر إلى لجان الاقتراع في 139 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم. وتنطلق في 9 من صباح الغد عملية الاقتراع في دائرتي بندر ومركز بني سويف والوسطى بمحافظة بني سويف، ودائرة الرمل في الإسكندرية، وبندر دمنهور في محافظة البحيرة، كما تستمر العملية الانتخابية حتى 9 من مساء الأربعاء. ومن المنتظر أن تحسم انتخابات الدوائر الأربعة 13 مقعدا فرديا يتنافس عليها 26 مرشحا، موزعة بواقع 4 مقاعد في دائرة الرمل بالإسكندرية يتنافس عليها 8 مرشحون، منهم 5 مستقلون، وهو نفس عدد المقاعد في دائرة دمنهور، بينما يتنافس المرشحون للفوز بثلاثة مقاعد، كما تحسم جولة الإعادة للفائزين بالمقعدين المخصصين لدائرة الوسطى. ومن بين المرشحين في جولة الإعادة يدخل 10 مرشحون يمثلون 7 أحزاب، بينما يدخل 16 آخرين الانتخابات كمستقلين. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في أكتوبر الماضي بإلغاء نتيجة الانتخابات للجولة الأولى في الدوائر الأربعة بسبب وجود أسماء لمرشحين مستبعدين لأسباب مختلفة، وهو ما أثر على نتيجة تلك الدوائر في المرحلة الأولى، وبالتالي لم تدخل جولة الإعادة، وهي الأحكام التي التزمت بها اللجنة العليا للانتخابات وحددت موعد إجراء الانتخابات في تلك الدوائر، والتي بدأت بالجولة الأولى الأسبوع الماضي، وتستكمل اليوم كآخر مراحل العملية الانتخابية تمهيدا لانعقاد مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين. فيما تبدأ عملية الاقتراع في جولة الإعادة للدوائر الأربع المؤجلة في الداخل غدا وبعد غد تحت إشراف قضائي كامل، وتتسلم وزارة الداخلية قبل بدء الانتخابات اللجان والمقار الانتخابية لتأمينها وتكثيف الإجراءات الأمنية وتسيير الدوريات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية في المحاور والميادين الرئيسية في تلك الدوائر التي تجرى بها الإعادة. من جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم منح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين أجازة رسمية للمدارس التي تجرى بها جولة الإعادة في الدوائر الأربع فقط. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج يوم الجمعة القادم الموافق 18 من ديسمبر الجاري، على أن تنتهي من تسليم الشهادات للنواب الفائزين في 20 من الشهر ذاته. إلى موضوع آخر، حيث يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء غدا أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المصرية السعودية في القاهرة
بينما يرأس الجانب السعودي في الاجتماع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. من جانبه قال ناصر حمدي سفير مصر لدى الرياض أمس إن الاجتماع يعكس رغبة القيادة السياسية للدولتين في دعم العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مستوى أعلى، موضحا أن ذلك يأتي لتنفيذ الخطوات الإيجابية التي تم الاتفاق عليها وإجراء مراجعة شاملة لما وصلت إليه فرق العمل المشكلة خلال الاجتماع الأول. وأوضح السفير أن الاجتماعات ستعقد دوريا في القاهرة والرياض من أجل الوصول لاتفاقيات محددة في مجالات مختلفة، حيث إنه مع انتهاء لجنة التنسيق من أعمالها ستكون هناك مجموعة من الاتفاقات الجاهزة للتوقيع عليها. تشهد القاهرة غدا حدثا استثنائيا بإعلان أول تجمع لدور وهيئات الإفتاء حول العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية بحضور كبار المفتين حول العالم. يأتي إعلان هذا الكيان المهم تنفيذا لتوصيات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقدته دار الإفتاء المصرية في شهر أغسطس الماضي. وقال الدكتور شوقي علام مفتو الجمهورية إن ذلك الحدث يمثل عودة للريادة الإفتائية في مصر، خاصة بعد ظهور كيانات سياسية تدعي مرجعية زائفة للفتوى ومن شأنها التضليل والتدليس وتبرير أعمال العنف والتطرف وإحداث حالة من الفوضى في الفتاوى تنعكس على أمن المجتمعات واستقرارها. في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة في مساجد الجمهورية سيدور حول مظاهر تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأوضحت في بيان لها اليوم أن عناصر الخطبة تشير إلى مظاهر تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل رسالته للعالمين والدفاع عنه وتفضيله على غيره من الأنبياء، وأن الله أوجب على المسلمين اتباعه حيث جعل حبه من عناصر الإيمان. كانت وزارة الأوقاف قد أطلقت قوافل للتعريف بنبي الإسلام وأخلاقه صلى الله عليه وسلم داخل مصر وخارجها بعدة لغات مختلفة من خلال موفديها ومبعثيها بمختلف دول العالم، وتستمر خلال الشهر العربي ربيع الأول بالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع. لمزيد من التفاصيل معي على الهواء مباشرة الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف. يا أهلا بك يا فضيلة الشيخ. أهلا يا فندم، أهلا بك وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. الشيخ محمد، يعني نود بداية أن تطلعنا. ألو. أستاذ سلام يا فندم. الشيخ محمد معايا. يعني بداية يعني يا ريت تطلعنا على يعني على القوافل التي تعتزم وزارة الأوقاف إطلاقها من أجل التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم في الداخل والخارج. يعني هل انطلقت هذه القوافل أم أنها ستنطلق بعد أو بالتزامن مع بدء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أعلن السيد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن انطلاق 3 صفحات ب3 لغات على موقع الوزارة أوقاف أونلاين. ثم بعد ذلك وبهذه المناسبة الطيبة قام السيد الوزير بإطلاق هذه الحملة الموسعة لدراسة أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم والتعريف بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وتكريمه في القرآن الكريم. وفعلا بدأت وزارة الأوقاف هذه الحملة من ثاني أيام شهر ربيع الأول، وإن شاء الله في الجمعة القادمة ستكون هناك قافلة دعوية تتكون من أكثر من 10 علماء يتوجهون إن شاء الله يوم الجمعة القادمة إلى مدينة بورسعيد، المدينة الباسلة. وقلنا نبدأ من هذه المدينة الباسلة بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد. أيضا إن شاء الله سيكون هناك محاضرات يومية
في جميع مساجد الجمهورية على مستوى الجمهورية عقب صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله، يتناول السادة العلماء في هذه المحاضرات التعريف بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وتكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، لأنه حينما سئل حكيم عن مما تتكون الأمم والشعوب فقال بثلاث: بالجيش وبالقوت وبالمال والأخلاق. فقيل له: إذا أردنا أن نستغني عن واحدة نستغني عن المال نستغني عن القوة، أما الأخلاق فهذه لا يمكن الاستغناء عنها، لأن الحكيم يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويكفي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كرمه ربه تبارك وتعالى فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. حينما سئلت أمنا عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن. طب فضلت الشيخ، يعني أنتم يعني تحدثت عن الندوات، أن ينشر كلمة، تحدثت عن الندوات والخطب الموحدة في المساجد من أجل التعريف بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التعريف بالإسلام الوسطي وتعليم الإسلام السمحة. يعني ذلك عبر الخطب الموحدة، ولكن مع ذلك هناك من الخطباء من يخرج عن النص ولا يلتزم بالخطب الموحدة. يعني إلى أي مدى يعني ظاهرة عدم الالتزام منتشرة في المساجد التابعة للأوقاف؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل هناك محاولات جديدة يعني معاقبة أي خطيب يخرج عن النص؟ هذا الكلام سيادتك بالنسبة لمن يخرجون عن النص، هو إما إمام وخطيب معين في وزارة الأوقاف، وإما خطيب بالمكافأة يتقاضى راتبا أسبوعيا من وزارة الأوقاف. إذا ما حاد أحد هؤلاء فإن هناك متابعة قوية ومستمرة من المديرية ومن الإدارة التابع لها المسجد، وهناك إحكام سيطرة على هذا الموضوع. فمن يكتشف المفتش أو المتابع على إمام من الأئمة أو خطيب من خطباء المكافأة أنه حاد عن الخطبة الموحدة فيتم تحويله مباشرة إلى الشؤون القانونية. أما إن كان خطيب بالمكافأة ليس معينا بوزارة الأوقاف فيتم إلغاء ترخيصه على الفور، وهناك ضوابط للمبلغ الذي حددته الدولة إلى العلماء الأجلاء الأئمة والخطباء الذين يصعدون المنابر، وهي 1000 جنيه، والتي سيتم إن شاء الله صرفها للسادة العلماء اعتبارا من يناير. مثل هذا الموضوع الذي تحدثت عنه حضرتك الآن سيكون هناك عقاب بالفلوس، من يتخلف عن خطبة واحدة سيتم حرمانه من مبلغ معين من هذا المبلغ الذي يصرف له، ومن حاد أيضا عن الوقت المحدد له تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو ثلث الساعة أيضا سيتم معاقبته بخصم شيء من هذا المبلغ. وهناك ضوابط كثيرة وضعناها لمثل هذه الأمور. طب فضلت الشيخ، يعني نتحدث عن الضوابط، يعني أعلنتم مؤخرا اعتزام وزارة الأوقاف يعني افتتاح أكثر من 2000 كتاب يعني يقوم بالتحفيظ فيها يعني مؤهلون، يعني ما هي الشروط الواجب توفرها في من يقوم بعملية أو بتحفيظ القرآن؟ هل الأمر فقط مرتبط بحفظ القرآن أم أنه لابد أن يكون عنده يعني متوفر فيه شروط تربوية لتربية النشأ الصغير؟ نعم، نحن الآن في وزارة الأوقاف نجري مقابلات لهذا المسمى الجديد الذي يسمى بالمكتب العصري، يختبر أكثر من 387 قارئ حافظ للقرآن الكريم، وأعلننا عن 2000 مكتب تحفيظ عصري. يتقدم الناس من كل بلاد جمهورية مصر العربية، وليس الأمر قاصرا على الأئمة فحسب ولكن على كل الحافظين، والجميع يختبر
بالمحافظة، ثم إذا ما حصل على درجة 75% فأكثر فإنه يحول إلى اللجنة العليا في وزارة الأوقاف لاختباره مرة ثانية ومراجعة الاختبار. ولابد أن تتوفر في شروط هذا القارئ أو هذا المحفظ شروط عدة، لابد أن يكون حسن السير والسلوك، طيب السمعة، حافظ القرآن الكريم حفظا متينا ومجودا، لابد أن يكون عنده إلمام بالثقافة الإسلامية لأنه يختبر فيها، لأنه نظام غير النظام المعروف عن حفظ القرآن في المكتب وفقط، لكن هذا نظام حديث، لابد أن يحفظ الولد القرآن الكريم ويربى على الأخلاق الفاضلة كاحترامه لوالديه وكاحترامه للكبير وهكذا الأخلاق التي في القرآن. طب أماكن الكريم فضلت الشيخ، أماكن تحفيظ القرآن لابد أن هل سيحفظ أنه يربي نشأ صغيرا، يعني أماكن تحفيظ القرآن وهذه الكتاتيب الجديدة هل ستكون لها مباني مخصصة بها أم ستكون ملحقة بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف؟ أماكن تحفيظ القرآن الكريم أو مكاتب تحفيظ القرآن الكريم هناك في وزارة الأوقاف، المساجد مفتوحة جميعا لكل هؤلاء المحفظين، وأيضا هناك دور لمناسبات أيضا يمكن أن يقوم المحفظ بتحفيظ القرآن الكريم في الدور، دور المناسبات الملحقة بالمساجد. الأماكن لدينا متوفرة وكثيرة لأن وزارة الأوقاف تمتلك أكثر من 110 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية، فالأماكن متوفرة وموجودة ولا يوجد مشكلة إطلاقا في هذا الأمر. طب فضيلة الشيخ، تحدثت عن في أكثر من 110 ألف مسجد وزاوية تحت عباءة وزارة الأوقاف، هناك بعض الزوايا يعني يخطب فيها أو يتحدث فيها أناس غير معينين في وزارة الأوقاف ويقومون بمخاطبة الناس، كيف يمكن التعامل مع هؤلاء؟ وأيضا هناك من يعمل في خدمة هذه الزوايا على أمل أن يتم تعيينه فيما بعد في وزارة الأوقاف، هل هناك خطة لضم هؤلاء إلى وزارة الأوقاف في المستقبل أم أنهم يجب عليهم أن يتم إنهاء أعمالهم بسرعة؟ لا حضرتك، هو بالنسبة للزوايا الموجودة فيتم إغلاق هذه الزوايا في كل يوم جمعة، يتم إغلاقها وعدم توجيه خطيب بالمكافأة لها. أما بالنسبة للتعيين فأصدر معالي وزير الأوقاف القرار 152 الخاص بعدم تعيين عمالة بالمساجد، لأن التعيينات كانت تجلب خطرا كبيرا، فأصبحت الآن عن طريق المسابقات وليست عن طريق لجام ضم للمسجد يعينون فيها ما يشاءون، ترك هذا الأمر تماما، ووزارة الأوقاف ابتعدت عن تعيين العمالة بالمساجد التي تضم إليها، وأصبح التعيين الآن كنظام الدولة المعمول به لكي يعطي فرصة لكل العاملين ولكل الناس الذين يرغبون في وظيفة حكومية، عليهم أن يتقدموا إلى على أوقاف أونلاين ويكتبوا أسمائهم إذا ما أعلنت وزارة الأوقاف عن هذه المسابقات، مثل هذه المسابقة التي تعمل فيها الآن وزارة الأوقاف، تستقبل على موقعها ثم تقوم بمقابلة هؤلاء الناس ويتم تعيينهم بوزارة الأوقاف لكي نعطي فرصة أكبر لكل الراغبين في التعيين بوزارة الأوقاف، لأن الذي كان معمولا به من قبل أن يقوم إنسان ببناء مسجدا متواضعا ويقوم بتعيين أبنائه أو أبناء عمومته أو كذا أو كذا، وهذا طبعا أمر منافي، إنه يعني احتكار، ونحن ضد كل هذه الأشياء، لابد أن نعطي فرصة لكل المصريين. وضحت الصورة فضيلة في التعيين. وضحت الصورة فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك، ونحن مستمرون معكم بعد هذا الفاصل القصير، تنتظرونا.
أهلا بكم من جديد مع الحياة الآن، حيث افتتح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي اليوم المؤتمر العلمي تحت عنوان حوافز البحث والتنمية والابتكار بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة بمشاركة خبراء من أكبر الشركات العالمية وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ورجال الأعمال والصناعة في مقر اتحاد الصناعات. ويهدف المؤتمر إلى الاستفادة من خبرات العديد من دول العالم المتقدمة من خلال عرض تجاربهم في هذا المجال ووضع مصر على الخريطة العالمية لحوافز البحث والتنمية والابتكار والتأكيد على ربط البحث العلمي بالصناعة. التفاصيل أكثر في رسالة الزميل أحمد فرج. مشاهدينا الكرام، برحب بكم داخل اتحاد الصناعات، حيث هذا المؤتمر العلمي تحت عنوان حوافز الابتكار والتنمية وما شابه ذلك بيفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي هذا المؤتمر. يعني علاقة وثيقة ترتبط بين البحث العلمي والصناعة، محتاجين نتعرف أكثر على هذا العنوان، ولكن مع الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي. برحب بك يا فندم، عاوزين تحطونا في صورة هذا العنوان وتوضح لنا الصورة شوية. المؤتمر ده مؤتمر مهم جدا الحقيقة، هو بيهدف إلى خلق تعاون أكتر بين مجتمع الصناعة وبين المجتمع الأكاديمي والبحثي في الجامعات ومراكز البحوث. العلاقة دي موجودة في العالم اللي خاض تجارب خلت إسهام مجتمع الصناعة في دعم والاستثمار في البحث العلمي أكتر. إحنا الحقيقة عندنا الأرقام بتقول إن الإسهام من مجتمع الصناعة في دعم منظومة البحث العلمي مش قوية، محتاجين إلى دعم أكبر لفائدة مشتركة. الفائدة المشتركة هي دي الجزئية الناقصة اللي بيناقشها المؤتمر النهاردة، كيف نستطيع أن نخلق مجموعة من الحوافز التي تدعم القطاع الخاص وقطاع الاستثمار في الصناعة على أنه يستثمر في البحث العلمي لإيجاد حل لمشاكله، كيف نجعل أن في دوافع تعطي له ميزات نسبية. إحنا مش هنخترع، في العالم عمل تجارب كتيرة وإحنا جايبين تجارب العالم كله، يعني جايبين من عند البرازيل لأستراليا لروسيا لأوروبا. هذا المؤتمر موجود متحدثين من دول عديدة من العالم، جم رحلات طويلة جدا 20 ساعة طيران، أكبر مؤسسات عالمية في هذه المجالات الأربع مؤسسات الكبرى موجودين. فإحنا النهاردة إن شاء الله بنطلع برؤية لكيفية استصدار بعض التنظيمات والقرارات والتعديلات التشريعية اللي تكفل وجود علاقة أفضل وتشكيل إغراءات أكثر لمجتمع الصناعة للاستثمار في البحث العلمي. في جهد كبير من قبل الوزارة ومن قبل أيضا يعني الدولة للاهتمام بالبحث العلمي، العديد من المؤتمرات اللي بتقوم بعقدها فندم هنا وهناك، يعني حطينا فيها الصورة والخريطة البرمجية الخاصة بالبحث العلمي وكيفية الاهتمام بالبحث العلمي. ده موضوع كبير قوي، ده نقعد نتكلم فيه فترة طويلة. احنا البحث العلمي ده منظومة كبيرة، احنا ابتدينا بوضع رؤية كاملة انتهينا منها اعلناها بتناقش 15 ديسمبر اللي هو بعد ايام قليلة، بكرة مش كده، ده هو اليوم الاخير لتلقي ملاحظات الجامعات ومراكز البحوث. في 1/1 هيحصل لونشنج لهذه الرؤية، ومع وضع برامج ونظام تنفيذي لكيفية تنفيذ هذه الخطط البحثية اللي بتهدف إلى ثورة حقيقية على مستوى البحث العلمي في مصر. خلال أيام قليلة، وأنا مش كنتش عايز أتكلم فيها لكن خليني أقول إن هيتم الإعلان عن مبادرة جديدة لتشجيع المبتكرين وشباب الباحثين وتبني إبداعاتهم، وهنعلنها إن شاء الله خلال أيام قليلة. النهاردة بنقول إن مشكلتنا في مصر من واقع الريكوردز والإحصائيات العالمية إن إحنا عندنا بحث علمي طيب، لكن الانوفيشن او الابتكار او الابداع المرصود على المستوى الدولي والموثق مش كبير، وهو ده اللي احنا علشانه بنعقد مؤتمر اليوم، واللي ان شاء الله يترجم في صورة تشريعات وقوانين تساعد على تنمية البحث العلمي بشكل افضل في مصر. شكرا. يعني مشاهدينا الكرام، كانت هذه فرصة من خلال هذا المؤتمر، مؤتمر حوافز الابتكار والتنمية، للاطلاع على كافة الثقافات والتجارب الاخرى في الدول المتقدمة.
شكرا على حسن المتابعة. شكرا للزميل أحمد فرج. وإلى موضوع آخر، حيث قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن هناك خطة لإقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية في المدن الجديدة مع الوزارات المختصة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مستثمري 6 أكتوبر على إقامة 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية تابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. وأضاف الوزير خلال لقائه محمد جنيدي رئيس جمعية 6 أكتوبر وأعضاء الجمعية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات لإقامة منافذ ثابتة وأسواق اليوم الواحد للأجهزة المعمرة بعد دراسة القدرات الإنتاجية وأنواع السلع وربطها بمراكز صيانة الأجهزة، مشيرا إلى أنه يتم دراسة مشروع حل مشكلة الغارمات بأن تكون بطاقة التموين ضمانا للمواطنين في حالة شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط لمنع التعرض للحبس عند التعثر في سداد الأقساط. ولمزيد من التفاصيل حول جهود وزارة التموين لخفض الأسعار، معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عيد حواش المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة. يا أهلا بك أستاذ عيد. أهلا أستاذ محمد، إزيك؟ يا أهلا بك أستاذ عيد. يعني هناك جهود تبذل من وزارة التموين وكافة الوزارات يعني من أجل خفض الأسعار، يعني هل يجري تنسيق ما بين وزارة التموين ووزارة الزراعة في هذا الصدد؟ ونوعية التنسيق، يعني كيف تستطيع وزارة الزراعة أن تقدم خدمة للمواطن المصري من أجل خفض أسعار السلع الغذائية؟ الحقيقة حضرتك وزارة الزراعة كانت سباقة لتلبية نداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع خفض الأسعار. حضرتك كلنا يعلم أن وزارة الزراعة تمتلك حوالي 352 منفذ على مستوى الجمهورية، وبتدفع بسيارات متنقلة وسيارات مبردة إلى الأماكن العشوائية والقرى الأكثر احتياجا. الحقيقة وزارة الزراعة كان هناك اتفاق ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 30%، وده بشكل موحد حتى حصولهم على المنتج من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر موحد. أيضا حي وزارة الزراعة سيادة الوزير دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلق مهرجان تخفيض الأسعار، والحقيقة هذا المهرجان على مستوى منافذ وزارة الزراعة وبدأ بمنافذ الوزارة في الدقي، وطبعا احنا عندنا قطاع الإنتاج بيمثله الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج حايم بدور مهم جدا في عمليه تخفيض الاسعار. طب استاذ عيد، يعني انت يعني صاحب يعني خبره طويله وصاحب باع طويل في الخبره بمعاناه المزارعين، يعني هناك فجوه كبيره جدا ما بين سعر السلعه التي ينتجها المزارع البسيط ووصولها الى الاسواق، يعني كيف تتدخل وزاره الزراعه وتنسق مع الجهات المختصه من اجل يعني تحقيق يعني مستوى ربحيه معقول حتى للمزارع وسرعه مخفضه للمواطن والمستهلك؟ الحقيقه وزاره الزراعه لا تألو جهدا في التخفيف عن كاهل المواطن المصري. طبعا حضرتك عارف ان وزاره الزراعه تمتلك مساحات شاسعه، قطاع الانتاج لوحده لديه حوالي 150 الف فدان، كل منتجات وزارة الزراعة بتدفع بيها في الأسواق بسعر مخفض بالنسبة لي عشان تقضي على الوسطاء. هي المشكلة في من المزارع للمستهلك هي الوسطاء، وبالتالي السعر بيرتفع هنا. النهاردة وزارة الزراعة بتنتج من الحقل للمستهلك مباشرة. والحقيقة كمان في موضوع مهم جدا الحقيقة أنا عاوز أطرحه، أن معالي الوزير الزراعة دكتور عصام فايد بدأ في تفعيل قانون الزراعة التعاقدية للمزارع، وده اللي أطلقه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون أصدره سيادة الرئيس ومعالي الوزير بدأ يفعل هذا القانون بأنه أنشأ مركز للزراعة. نتمنى وضحت الصورة. وعذرا لضيق الوقت، الأستاذ عيد حواش المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.